الاسم حمد أحمد أبو عزوم، الصفة مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية سبا. بنحكي بشكل عام على سير العمل داخل مؤسسة الرعاية الصحية الأولية. يوجد بها عدة أقسام، من ضمنهم الأمومة والطفولة، وقسم التطعيمات، قسم الأمراض السارية، قسم الصحة المدرسية. باختصار وبإيجاز بنحكي على التطعيمات. كما يعلم الجميع أن يوجد نقص شديد على مستوى البلاد، يوجد نقص في تطعيم الإجباري اللي هو تطعيم الشهرين والأربعة والستة، وتطعيم التسعة شهور، وتطعيم السنة. المتوفر الآن تطعيم حديثي الولادة وتطعيم سنة ونص. وكما تقوم الرعاية الصحية الأولية بشغل قسم الأمومة والطفولة، تقوم الرعاية بمتابعة الأم من قبل فترة الحمل إلى فترة الحمل إلى ما بعد الولادة، وحيز بعد الولادة وين بيأخذ العيل، بيخش عليه تطعيمات الإجبارية وتطعيم المواليد. سارية ثالثا قسم الأمراض السارية، وهو قسم مختص بالأمراض السارية والتبليغ عنها، ويوجد بهذا القسم فريق الرصد والاستجابة السريعة الخاص بالأمراض السارية والتبليغ عنها والكشف عليها. قسم الصحة المدرسية يقوم بالاهتمام بالطلبة، ويقوم بكشف الطلبة من دخول الطالب إلى مرحلة الصف الأول ابتدائي، يقوم بمتابعته وكشفه إلى دخوله لمرحلة الإعدادي، ومن بعد الإعدادي إلى الثانوي إلى دخول الجامعة. تواجهنا صعوبات في توفير بعض الأدوية وتوفير بعض المعدات، مع أن إدارة الخدمات الصحية سابها قائمة باللي تقدر عليه بالمتاح،